الحمد لله اللہ دا بڑا فضل و احسان ہے اور ساڑی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ حضرت مولانا محترم قاری محمد بن یامین عابد صاحب حافظہ اللہ ساڑے اندر جلوہ گھر نے تشریف فرمانے تو میں انشاءاللہ الرحمن پروگرام دی ابتدا تلاوت کلام رحمان دے نال جس طرح کہ حضرت قاری صاحب دے نال وعدہ ہوئے ہیں تلاوت اور حمد و نعت تو بعد حضرت قاری صاحب دا مفصل خطاب شروع ہوئے گا قاری صاحب نے بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال ماشاءاللہ اپنے انہاں نوجوان ساتھیاں نوں ٹائم دتا ہے اور انشاءاللہ مفصل حضرت دا خطاب ہوئے گا میں تلاوت کلام رحمان واسطے دعوت سخن دینا حضرت مولانا قاری حافظ متی الرحمان شاکر صاحب نو کیوں تشریف لیان اور بڑے ہی احسن انداز دے اندر تلاوت کلام رحمان فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجے دے پروگرام دا آغاز ہے تے کوئی ساتھی نے محبت نال جواب نہیں دیتا پیار دے نال جواب دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام
سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.